السلام عليكم. اسمعك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. عندي سؤال في آية الرجال القوامون على النساء. أيوه. في تفسير ابن كثير بيقول إن في امرأة بس وإن ضربها أثر في وجهها، إن الرجل ضرب بامرأته أثر في وجهها. قال رسول الله: ليس ذلك له، أنت الرجال القوامون على النساء. فقال النبي: أراد أمر. لا يصح الخبر. لا يصح الخبر. الخبر لا يصح. وقال الحسن البصري ان الرجل لطم زوجته قال القصاص، فانزل الايه فرجعت بغير قصاص. لا يصح سبب النزول. الحسن البصري مرسل ومراسيله من اضعف المراسيل، بارك الله فيك.